فضيلة الشيخ، ما حكم الدف للرجال؟ للرجال في ايش؟ الدف للرجال أقول في أي في أي مناسبة؟ عرس في العرضة، في العرضة. أي العرس فيه بعض العلماء أجازه للرجال كما يجوز للنساء، ولكننا لا نفتي به لأنه يفتح باب شر ويحصل فيه من الاجتماع، وربما يحصل فيه اختلاط بين الرجال والنساء. لذلك لا نفتي بكون الرجال يضربون بالدف في النكاح.